هذا الفيديو هزلي، هذا الفيديو غير حقيقي، هذا الفيديو يعبر عن صنع المحتوى اللي بيرفع الفيديو ده. انا مش جاي اتكلم في الكوره، ولا جاي نحلل ماتش، ولا جاي نتكلم خالص على ان احنا فنياتنا ضعيفه وما عندناش مدير فني وما عندناش لعيبه كوره كويسه. احنا جايين نهرج يا باشا، لان ده اللي بيحصل عندنا في النادي بقى. لا مؤاخذه، احنا بعد كل ماتش نتغلب ورئيس النادي يطلع يقول لك هنقيل المدرب وهروح اجيب مدرب جديد، ولا تقلقوا يا الكوليس اللي جاي خير واللي جاي كويس واللي جاي حلو. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب، الاقي اللي انت بتفوتهم على قدهم زيك، وعادي راضي وعارف انك كذاب ومش معاك اساسا تمن الفلوس اللي هتمشي بيها المدير الفني بتاعك وهو كومان، اللي هو انت معاك اساسا يابا الشرط الجزائي بتاعه. طب انت معاك الفلوس اللي تدفعها للاتحاد الهولندي علشان خاطر انت جبت المدير الفني بتاعهم قبل بطوله اليورو المهمه، انت معاك الفلوس اللي هتمشي بيها كومان قبل ما تروح تتكلم على بيرلو. بيرلو تخيل والله ان هو بيفوت بيرلو، بيرلو ده اللي اساسا أليجري جاي بيحاول يحل المشاكل اللي هو سببها في يوفنتوس. وسبحان الله يا اخي، كل الكلام اللي اتسرب امبارح ان بيرلو قاعد بيفكر، وان بيرلو الموضوع مش جاي على كيفه، وان هو مش عايز يبيع مسيرته مع برشلونه، لان اي مدير فني محتاج ان هو بصراحه يقعد يفكر كتير جدا على ارض برشلونه، لان الجيل اللي معانا ده بسم الله هو الجيل ده ينهي مسيره مدربين، مش الجيل ده يحيي مسيره مدربين. فبصراحه بيرلو كان عنده حق، والوالد شافي عنده حق وصايه وعارف كويس قوي ان اي حاجه فيها برشلونه الايام دي هيكون فيها اكس كده في المسيره بتاعتك. لا انا لسه ببدا المسيره وجاي اكل عيش هنا في قطر، فخليني مستمر في قطر علشان خاطر الوقت يسرقنا ونلاقي نفسنا وصلنا لواندا متروبوليتانو. ومعلش بقى احنا مطالبين نطلع نساند كومان، يلا لابورتا انا بثق في كومان. مين اللي قال ان انا عايز امشي كومان يا جماعه؟ يا جماعه ده كلام كله اعلام وكلام كله صوره وكلام كله بتاع جرايد. طب تمام، انت ايه اللي كان مزعلك من كومان في ماتش بنفيكا؟ قال له تشكيل. كومان بدا غلط، كومان قال له والله تشكيل انت تتدخل في شغلي كمان؟ طب حلو، تعالى تعالى انت عايز مين يلعبه؟ قال له يا سلام لو العيال بتاع لاماسيا نيكو وجافي موجودين جوه الملعب. قال له عشان خاطرك موجودين جوه الملعب، عايز مين تاني؟ قال له معاهم فرانك ديونج كده وفيليب كوتينيو وقدامهم ميمفيس ديباي. قال له طب احنا كده هنلعب 4 3 3 ولا 4 2 3 1 ولا 4 4 1 1 ولا هننيل ايه بالظبط؟ قال له بص على الله التسهيل، كده كده على الناحيه الثانيه في مدير فني زي سيميوني بيخاف من التيشيرت بتاعنا، مش بيخاف من اللعيبه. هو سيميوني حافظ ان هو هيجي يلعب برشلونه العب 3 5 2. يا معلم انت في نص ملعب برشلونه شويه عيال صغيره تستحوذ انت على الكوره، وعندك رودريجو دوبول وعندك كوكي وعندك كمان لعيب زي ساول وماركوس يورينتي، وقدام موجود سواريز وموجود معاه كمان لعيب زي جواو فيليكس. يابا انت سكوادك احسن من برشلونه ويخليك تنزل تعمل على برشلونه اون سايد جيم. قال لك لا التيشيرت بتاعهم احمر فازق، دول جايين من برشلونه. تمام يا عم سيميون هتهاجم؟ قال لك لا انا هلعب على المرتدات. كده كده اي حاجه على برشلونه تكون خطيره، مرتدات واحد نازل ياها، اي حاجه على خط الدفاع اللي فيه بيكيه واللي فيه اوسكار مانجويزا واللي فيه كمان سيرجينيو ديست واللي فيه اروخو، هتلاقي ان في مشكله، لان خط الدفاع بتاعنا منفس من كل حته، ما فيهوش غير الفرده اللي شغاله وهو اروخو، لان اروخو مهما بيحاول يقفل هنا بيلاقي بيكيه فتح حاله هنا، يحاول يسند على ده بيلاقي ديست ما بيعرفش يدافع، يحاول يدافع على مانجويزا يلاقي مانجويزا ما يعرفش يدافع. فخوتوني يا ولاد الجزمه، والله ما هدافع عليكم، احنا هنفضل نمسك الكره كده في نص ملعبنا وهننقل ونلعب عرضيات. طب ما عندناش حد طويل، بنلعب عرضيات وخلاص. طب الهجمات المرتده خطيره يا باشا، احنا كده كده جايين نتغلب، احنا مش جايين نكسب اساسا، احنا مش جايين نكسب النهارده اتلتيكو مدريد، احنا كده كده نطلع نتغلب وهنلاقي لابورتا بيقول شويه اسماء مدربين وهنيجي بعد التوقف الدولي يقول لك تجديد الثقه في كومان. ده محفوظ بقى وبرنس. بنلبس الهدف الاول عن طريق توماس لامار، برشلونه تخش الجيم امتى؟ لا بعد الثاني ان شاء الله، يعني بعد الجون الثاني كده اللي هو كده كده هيسجله سواريز، واحنا كلنا عارفين ان سواريز هيجيب جون، وكلنا عارفين ان سواريز مش هيحتفل، وعارفين ان سواريز هيقعد يدعي على كومان ويدعي على بارتيمو ويدعي على الساعه اللي مشوه فيها، وكده كده الحاجات دي بالنسبه لنا ما بتصدمناش. ليه؟ لان احنا عارفين ان احنا خلاص الكره عطتنا البلف، ومعنى ان الكره تديك البلف ان اللعيب اللي انت ماشيه يروح يكسب اتلتيكو مدريد دوري، ويجي يجيب الهدف الاول ليه في مسيرته ضد برشلونه قدام المدير الفني اللي مفترض ان هو مشاه. يا باشا ده من سيناريوهات قذره واداء قذر ولاعيبه قذره ومدير فني قذر ورئيس نادي قذر، بس لا ده كل حاجه بسم الله ما شاء الله جايه تقف ضدك. عبي يا باشا عبي، احنا جايين خزانه حزام الفتره بتاعت لابورتو وكومان، احنا جايين خزانه حزام، انا مش جايين اي حاجه يا باشا. طب ايه الحل بقى بالصلاه على النبي؟ والله ما فيش حل، هو الحل الوحيد ان الفرقه دي ربنا يكرمها و نلاقي ان في ضخ اموال حصل في النادي، علشان خاطر الفريق ده محتاج تدعيمات كتير، ومحتاج انك تجيب مدير فني محترم تدي له الصلاحيات مين يقعد ومين يمشي ومين يلعب ومين يترمي بره النادي. غير كده احنا جايين نهرج، و...
واعتبر ان الفيديو ده كله كان عباره عن شويه تهريج بس. لعبك معلش يعني انزل خرج معانا وخليك واحد من المهرجين الجود بتاع عندنا هنا، لان احنا في ماتشات برشلونه بطلنا ناخد الموضوع بجديه، لان اي حد هياخد اللي بيحصل في النادي ده بجديه مش هيكمل معانا لاخر الموسم. وانا معلش يابا لسه عيل صغير وعليا اقساط وعايز اتجوز وحالتي من نفسي تقيله، فمش جاي موت نفسي ولا تشجيع برشلونه معلش يعني. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فقشطه براحتك، هي كده كده خربانه ومش هتيجي على شتايمك انت، وخلاص يابا اعتبر شتايمك من دقيقتين بتفرج فيهم على ابداع بكيه.